السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة البرمجة الكيانية بلغة سي بلس بلس المرحلة الثانية. طلاب محاضرة اليوم بعنوان Scope Resolution Operator، أو يكتب بالشكل البرمجي بهذا الشكل. من خلال محاضرة اليوم راح نتعرف على شنو الفائدة من استخدامنا لهذا الأمر Scope Resolution Operator، ووين ممكن نستخدمه، شنو الفائدة منه. قبل ما نوضح شنو الفائدة، فقط أريد نتفق على القاعدة اللي راح يشتغل عليها هذا المفهوم الـ Scope Resolution Operator أو الـ Scope Operator. يكتب بالبداية اسم الكلاس، اسم الكلاس مالتي شنو أنا اسم الكلاس، وبعده يكتب هذا الرمز. من الآن هذا الرمز بعد تعرفت عليه اسمه Scope Resolution Operator أو Scope Operator، وبعدها يكتب الممبر. شنو الممبر؟ اتفقنا انه الكلاس يحتوي على مجموعة من الاشياء او الاجزاء، كل جزء من هذا الاجزاء يسموها الممبرز اللي هي اللي راح تشكل الكلاس. واتفقنا بالمحاضرات السابقة انه عندي نوعين من الممبرز داخل الكلاس اللي هي الداتا ممبرز والممبر فانكشنز. فاحنا هنا دا نقول ممبرز بمعنى ممكن كلام ينطبق على الداتا ممبرز او على الممبر فانكشنز. هذه القاعدة العامة للـ Scope Resolution Operator. حتى نوضح المفهوم خلينا ناخذ فد مثال. مثلا راح اجي اكتب كلاس A، راح انشئ كلاس معين سميته A بنفس الاسلوب السابق اللي احنا نعرفه لتعريف الكلاس، وخلي نجي نعرف ببعض الممبرز. على سبيل المثال بس للتجربة دا اسوي فد كلاس معين، وضعت به 2 data members اللي هي الx والy واثنينهم نوعهم private. الpublic راح اعرف constructor، بما انه هنا أنا عندي 2 data members فممكن الconstructor يحتوي على 2 parameters، integer x integer y، واجي اكتب الx يساوي x والواي يساوي واي. طبعا اذا نتذكر بالمحاضرات السابقة اتفقنا انه هذه الصيغة هي صحيحة برمجيا لكن ما تنطينا نتائج صحيحة. ليش؟ لانه هنا انا عندي نفس الاسم المستخدم كاتريبيوت اللي هو هذا الاكس، ونفس اللي راح استخدمه كبارامترز، فممكن حل بسيط انه اغير الاسماء هذه مثل ما احنا نعرف سابقا. فلذلك راح اجي اكتب هنا اكس واي مثلا واي واي. الان الامور منطقيه وراح تنطيني نتائج صحيحه. انا راح ابقي بهذا الشكل، عمد بعدين نرجع اغير هذه او ارجعها الى الاكس والواي حتى نعرف شنو الفائده من استخدامنا للسكوب اوبريتر. خلي اصمم فد تو فانكشنز. مثلا راح اجي اكتب void print x، هذه وظيفتها تطبع لي قيمه الاكس. cout وهذه كلها راح اخذها كوبي بيست لوحده ثانيه تطبع لي قيمه الواي، بحيث عند الداله تطبع لي قيمه الاكس وهذا القيمه تطبع لي قيمه او هذه الداله عفوا تطبع لي قيمه الواي. اوكي تمام. هسه صار عندي هذا الكلاس اللي تلاحظه امامك، سميته اي وبهذه التفاصيل اكس واي اثنينهم برايفت وبكونستركتر وبدالتين، وحده تطبع الاكس وحده تطبع قيمه الواي. نجي على المين حتى اعرف اوبجكت. اجي اكتب اسم الكلاس، اوبجكت انا اريد اعرفه من الكلاس اللي اسمه A. اجي اكتب اسم الكلاس، كل هاي الامور احنا ماخذيها سابقا. اكتب اسم الكلاس، كتبنا قاعده كلاس نيم بالبدايه، بعدها اختار اسم الاوبجكت، مثلا راح اسميه A1 على سبيل المثال. بعد ال A1 اللي هو اسم الاوبجكت مالتي، اذا اترك او اكتب فارزه منقوطه، الان صار عندي خطا. ليش خطا؟ لانه معنى هذا الكلام انه انا عندي كونستراكتر اقواسه فارغه. بالواقع انا ما عندي كونستراكتر اقواسه فارغه، الكونستراكتر ب 2 عناصر يعني 2 اتريبيوتس، فلذلك لازم افتح اقواس واكتب 2. زين 2 هم شنو نوعهم؟ انتجر، فلازم ادز رقم نوع انتجر. مثلا راح اكتب 10 10. تمام هسه صار عندي هذا الاوبجكت. هسه حتى استدعي اي داله من ذول الدوال او اي ممبرز بشكل عام، هم كتبناها في قاعده قلت كلاس نيم دوت الاوبجكت نيم عفوا دوت اللي هو الممبر، فراح اجي اكتب A1 dot مثلا print x، وبنفس الطريقة أريد أستدعي الدالة الثانية هم نكتب A1 dot
print الواي وهذا الفالز. لحد الآن إحنا ما أخذنا أي شيء جديد، كل الأمور اللي إحنا حالياً دا نكتبها هي إحنا ماخذيها سابقاً. نروح ننفذ البرنامج ونشوف النتائج. النتائج فعلاً إنه أنا الـ A1 بقيمتي يعني اللي هي 10 و20، العشرة راح يعوضها بمكان الـ X1 اللي بدورها ينقلها إلى الـ X، فالآن قيمة الـ X إشقد 10 وقيمة الـ Y هي إشقد 20، فبذلك الآن دالة الـ print X راح تطبع لقيمة الـ X اللي هي 10، هذه X تساوي 10 وهذه الـ Y اللي تساوي 20. تمام، هسا نجي إذا أنا رجعت الـ X والـ Y بهذا الشكل، يعني هنا أنا ما عندي بعد شيء اسمه X1 Y1، عندي XY، هذا راح يتنفذ البرنامج وبدون أي أخطاء، لكن راح ينطينا أخطاء منطقية. قيمة الـ X والـ Y راح تكون بشكل عشوائي. لو تلاحظ الآن قيمة الـ X فرضها هذا الرقم والـ Y هذا الرقم، في حين احنا نعرف ان الاكس المفروض اشقد قيمتها 10 والواي قيمتها 20. شنو السبب؟ السبب انه هنا كل ما يلقي اكس يعتمد على هذا الاكس اللي هو اللوكال فاريبل، ما يوصل لهذا الاكس. اذا نتذكر هذا الموضوع احنا شارحيه سابقا، قلنا انه دائما ياخذ الاقرب تعريفا بالنسبه له اللي هو الاكس حاليا هنا، اي من واحد اقرب، اي احد اقرب له، هذا الاكس لو هذا الاكس لا هذا الاكس هذا اللوكال. فشلون اوصل هنا؟ اتفقنا في وقتها شنو نكتب؟ نكتب كلمة this، وهنا أنا اجي اكتب كلمة this. هسه هنا انحلت المشكلة، بحيث الان من اروح انفذ البرنامج المفروض شنو يطبع لي؟ نفس النتيجة السابقة، الاكس ينطيني قيمتها الفعلية الحقيقية الصحيحة اللي هي 10 والواي اللي هي قيمتها 20. اروح انفذ فقط نتأكد من النتائج. تمام، اكو طريقة ثانية غير استخدام كلمة this اللي هي باستخدام الامر السكوب اوبريتر. هذه واحدة من فوائد السكوب اوبريتر، وهي الفائدة الأهم بالمناسبة والأبرز للسكوب اوبريتر. يعني بمكان ما أكتب X عفوا كلمة this قبل X، أجي أكتب السكوب اوبريتر. السكوب اوبريتر اتفقنا على أي قاعدة يشتغل؟ على هذا class name. class name، طيب شنو اسم الكلاس اللي يحتوي بدوره على X؟ اسمه A. فإذا هنا أنا راح أنا أحذف هذه، أجي أكتب A. تمام، كتبت الكلاس نيم اللي هو A، بعده يجيني هذا الرمز اللي هو شنو سميناه؟ سميناه سكوب أوبريتر. راح أجي أكتب بعد الـ A ذولي، وبعدها شو يقول لي؟ يقول لي يجي الممبر اللي هو مثلا بحالتنا من هو الممبر؟ كل شيء داخل الكلاس اللي اسمه A ذولي يسموه ممبر، اللي هو تحديدا الـ X والـ Y والـ Constructor والدالة الـ Print X والـ Print Y، خمسة ممبرز عنده حاليا. خلاص، إذا الآن هذه الجملة هي تعوض الجملة السابقة اللي هي استخدمت بها الأمر this. أقدر أطبق هذا الشيء على الواي؟ نعم، الواي وين موجودة؟ موجودة بكلاس اسمه A، أكتب الـ A وبعد الـ scope operator. فالآن الجملتين سواء كتبت this أو الـ scope operator اثنينهم ينطوني نفس النتائج اللي هي هذا النتائج اللي شفتها، الـ X يساوي 10 والـ Y يساوي 10. راح أنفذ من جديد، المفروض ينطيني نفس النتائج بهذا الشكل. نفذ البرنامج راح نشوف انه قيمة الاكس هي 10 وقيمة الواي هي 20. فاذا عندي حل، اذا الان صارت عندك ثلاث حلول حتى ما توقع بالمشكلة مع القيم العشوائية. يا اما من البداية تروح تغير ذول الاسماء مثل ما شفناها باول مرة، اروح اغير ذول الاسماء بحيث اختار اسم مختلف عن الاسم اللي انا اختارته مع الممبر. هذه واحدة. الحالة الثانية او الحل الثاني اعتمد على مفردة this، والحالة الثالثة والأخيرة اللي الآن إحنا دا ناخذها اللي هي نعتمد على السكوب أوبريتر. طيب، هذا واحدة من فوائد السكوب أوبريتر. الفائدة الثانية اللي ممكن دائما راح نشوفها بالأكواد البرمجية عادة ما يرجع إليها المبرمجون حتى يعني لتنظيم كتابة الكود، وهي كالآتي. قبل ما أني أروح أوضح، خلي نجي ننطي أو نتذكر بعض الملاحظات اللي راح تعتمد عليها الفائدة الثانية للسكوب أوبريتر. هسه احنا هنا عندي أنا عرفت كلاس اسمه A بذول الممبرز مالتي اللي هي الـ X والـ Y، والـ A هذا الـ Constructor و Print الـ X و Print الـ Y. تمام، عنده خمسة ممبرز هذا. إذا أجي أكتب هنا مثلا void print وأجي أكتب أي عبارة، مثلا راح أكتب مثلا hello على سبيل المثال، دالة اسمها print. الآن فقط أريدك تشوف الآتي، هذا الكلاس اللي اسمه A
قلنا الممبرز مالته، قلنا الممبرز مالته ايش قد عددهم؟ 5. هاي حتى نجي هم نتذكرهم، اللي هي الاكس والواي والاي اللي هو الكونستراكتر، وبرنت الاكس وبرنت الواي. هسه من كتب الدالة الجديدة اسمها برنت، او مو بالضرورة اسمه برنت، اي اسم يعني لا تشتبه ويا ذول البرنت اللي موجودين، هذا اسم وهذا اسم ثاني، هذه ملحق وياها اكس وهذه واي وهاي برنت وحدها. هل اقدر اقول انه البرنت هي ممبر مع الممبرز بحيث الممبرز مال هذه يصيرون 6؟ الاجابة شو تقول؟ تقول لا خطأ، هذه مو ممبرز. ليش؟ لانه لا تلاحظ انه اقوى الاي اللي هو الكلاس اقواسه تبدي او هذا القوس المفتوح مالته وهذا القوس المغلق. لاحظ البرنت هي داخل اقواسه لو خارج الاقواس مالته، خارج اقواسه هذا البرنت، فلذلك هي ليست بجزء، هي نت، هي يعني مو ممبر من الكلاس اللي شنو اسمه اي. طيب هسه هذا وحده لعد دالة البرنت شنو بمثل هالحالة؟ دالة مستقلة ما تابعة لأي كلاس، مستقلة لحالها، حالها حال المين، هذا المين تابعة لكلاس؟ لا ما تابعة لكلاس وحدها، هذه هم من البرنت دالة مستقلة. طيب أقدر أستدعيها بالمين؟ نعم أقدر، لكن شنو الاختلاف؟ بما أنه هي، انتبه على هاي الملاحظة جدا مهمة، بما أنه هي مستقلة ففقط أكتب اسمها، يعني لما أريد أستدعيها فقط أكتب اسمها بدون ما أسبق كتابة الاسم بشيء معين. ما افتهمت شنو أنا أقصد؟ لو تلاحظ هساني شنو كم دالة عندي بهذا البرنامج؟ انتبه دا أقول، مو أقول الكلاس، بالبرنامج ككل كم دالة؟ هاي دالة مثلا خلينا نسميها F1 function 1 اختصار، هذه دالة ثانية function 2، هذه دالة ثالثة اللي هي function 3. طالب يسأل يقول سأل متفقنا البرنت هي متابعة، قلت مو أنا دا أسأل كم دالة بالبرنامج مو بالكلاس أي، ما لي علاقة حاليا بالكلاس أي، بالمجمل البرنامج كم دالة يحتوي؟ فضلا طبعا هاي الدالة الرابعة اللي هي المين، 4 دوال. احنا هذه الدالة الرئيسية اللي هذه لها حسابات ثانية، احنا خلينا نفترض انه احنا عدنا ذول الثلاثة حاليا. طيب الآن بالمين استدعيت الثلاث دوال، هاي استدعيت الدالة الأولى، استدعيت الدالة الثانية، والآن شنو اللي استدعيته حاليا؟ الدالة الثالثة والأخيرة. شنو الاختلافات اللي تلاحظها حاليا باستدعاء الدالة الأولى والثانية عن الدالة الثالثة؟ الدالة الأولى والثانية على اعتبار الفانكشن 1 والفانكشن 2 تابعين لكلاس اسمه A، فلازم يسبق استدعاهم باسم Object، حصرا هذا الأوبجكت يكون من الكلاس اللي شنو اسمه؟ اي نفسه، على اعتبار انه البرنت اكس 1 موجوده بكلاس اسمه اي، والبرنت واي 1 موجوده بكلاس هم شنو اسمه اي، فلذلك حتى اقدر اوصل لهم خارج الكلاس، انتبه على هاي الملاحظه المهمه جدا، حتى اقدر اوصل الى الممبرز من خارج الكلاس لازم اكتب اسم اوبجكت قبلهم، وطبعا بيناتهم دوت، وهذا الاسم الاوبجكت لازم يكون من نفس الكلاس تحديدا. هل هذه الملاحظة جديدة؟ لا، هذه الملاحظة مو جديدة، واخذناها سابقا، واتذكر حتى في محاضرة المراجع هم يعني نوهنا عليها لما استدعينا بالمين. بالمقابل دالة برنت على اعتبار هي مو تابعة للكلاس اللي اسمه اي ولا لاي كلاس ثاني، فحتى نستدعيها فقط يكتب الاسم مالتها. فالان من اروح انفذ البرنامج، اتفقنا هذا يطبع لقيمة الاكس اللي هي 10 وهذا واي اللي هي 20، وهذا تطبع لي فد عبارة معينة اللي هي هلو. نروح ننفذ البرنامج نشوف طبع لي هاي النتائج بهذا الشكل. طيب هسه احنا عرفنا الفرق بين الدالة لما تكون مستقلة عن الدالة اللي تكون موجودة داخل كلاس معين، شنو الاختلافات بينهم لما انا اروح استدعيهم. طيب تمام، الآن الفائدة الثانية، نرجع لموضوعنا الأساسي، الفائدة الثانية لاستخدام السكوب اوبريتر هي الآتي، انه أنا اقدر اكتب هذه تفاصيل هذه الدالة خارج الكلاس، بس بنفس الوقت هي تبقى شنو تابعة؟ تابعة للكلاس نفسه. ما افتهمنا، راح نوضحها، فقط اريد الآن نختبر الطالب
برأيك حالياً أقدر أوصل إلى الـ X، أقول له مثلاً يساوي 10 بهذا الموقع تحديداً، بغض النظر عن الأخطاء اللي هسه راح تطلع لنا، المفروض أنت الآن يعني تعرف الإجابة. شوف الـ X، أنا شنو المقصود بالـ X؟ ده أقصد هذا الـ X. هذا الـ X هي تابعة لمن؟ للكلاس اللي اسمه A. فنفس القاعدة حالياً اللي ذكرناها، حتى أوصل للـ X أو الـ Y أو أي ممبرز من ذول الخمسة اللي أنا دا أكتبهم هنا، لازم شنو أسوي بالبداية؟ أعرف أوبجكت. فشون أعرف أوبجكت؟ اسم الكلاس مالتي A، مثلا راح أقول A1 أو A2، أي نفس الاسم عادي، لأن ذاك عرفته بالمين، هنا أنا ما موجود. أجي أكتب A1.x. هسا تقريبا نحل، خلينا نقول جزء من من المشكلة. الجزء الثاني من المشكلة شنو؟ انه ما انسى الكونستراكتر مالتي مو فارغ، فلازم افتح اقواس واكتب قيم. مثلا راح اقول 1 3 مثلا، قيم مجرد وحده للاكس وحده. هسه اوكي صار عندي اوبجكت. الان شنو المشكله اللي بقت عندي؟ المفروض الطالب الان يفهم. شوف لي الكلاس اللي اسمه اي، دا احاول اوصل الى الاكس، والاكس انا شو معرفها؟ برايفت. والبرايفت اتفقنا حدود عمله وين؟ داخل أقواس الكلاس فقط، بمعنى فقط داخل الكلاس راح أنا البرنامج يعرف شيء اسمه X، فلذلك الآن أنا دا أشتغل وين؟ X خارج الكلاس، فلذلك ما راح يقدر يوصل. فالآن دا يقول لي private، في حين أنا لو مثلا معرف هنا integer X، بمعنى إيش حولته الآن إلى جزء public، خلص انحلت المشكلة، ما راح يبقى عندي. واضح لو لا؟ فإذن الآن ملاحظتين. أول ملاحظة، حتى أوصل إلى الممبرز، هاي ملاحظة جدا مهمة طلاب، حتى أوصل إلى ممبر موجود داخل الكلاس، أي ممبر موجود، لازم يسبق هذا الممبر باسم أوبجكت. هذا الأوبجكت يعني داحتي هنا، هذا الأوبجكت يكون حصرا من الكلاس اللي يحتوي هذا الممبر. هذه وحدة تقدر الآن من الفيديو تثبتها كملاحظة عندك. إذا أنا مكاتب، أنا أتذكر أنه واي أكدنا على هذا الموضوع وهاي استخدمناه سابقا أصلا. زين، هذه وحدة. اثنين، تراعي موضوع البرايفت والبابليك. طيب الآن نجي طلاب للفائدة الثانية باستخدام السكوب أوبريتر. هاي الدالة راح شو أسوي؟ راح أخذها كات. وين أجي أكتبها؟ خارج الكلاس، خارج الكلاس اللي كان يحتويها اللي هو الـ A. الآن لو تلاحظ رأساً انطاني خطأ، شنو سبب هذا الخطأ برأيكم؟ نفس المشكلة السابقة اللي هي الـ Y. مشكلتنا وين؟ مع الـ Y. هسا شلون أقدر أوصل للـ Y؟ حال حال الـ X اللي قبل شوية، لازم شنو أسوي؟ لازم أجي أعرف Object A، مثلاً راح أقول A2 وأنطيفة قيمتين مثلاً 2 8 أو أي قيمتين، يلا اقدر اوصل المن الى الواي. بس هم لازم شنو اراعي موضوع ان الواي ايش بيه حاليا هنا؟ برايفت. اقدر اوصل لهنا؟ لا ما اقدر اوصل. عاد شنو الحل لازم شنو احوله الى بابليك، حاله حال الاكس، يعني هنا راح يكون بهذا الشكل. اوكي بهذا الشكل خلص، الان ما عنده مشكله. بس الان اسفل لي، هذه البرنت واي كانت هي تابعه لمن؟ للكلاس اللي شنو اسمه؟ اي. الان هي تابعه للكلاس اللي اسمه اي لو لا؟ لا، بمعنى هنا انا خلي احذف اسمه، بعد هي مو منبر. صار ايش قد الان عنده هذا منبر؟ 4. شنو اللي اريده انا؟ اريد الاتي. اولا اريد انه الداله برنت الواي على سبيل المثال اريدها تبقى تابعه للاي، وان كنت انا اكتبها وين؟ خارج الكلاس. يصير هذا الشيء؟ يعني اكتبها خارج الكلاس واريد اوضح للكلاس انه هذه الداله تابعه لك، يصير هذا الكلام؟ نعم يصير، باستخدام السكوب اوبريتر. شلون؟ بكل بساطه، اجي هذا البرنت واي، اجي اكتب قبل الاسم، قبل اسم الداله، قاعده السكوب اوبريتر، اسم الكلاس، لمن اريد اخلي هاي البرنت واي تابعه؟ لاي كلاس؟ شنو اسمه؟ اي. اجي اكتب اي، تمام. بعدها شنو اكتب؟ اكتب رمز السكوب اوبريتر، خلاص انتهت. واضح؟ هذه فيما يتعلق مع الدالة، انتهت. هسه هذه للدالة. بالمناسبة هم هسه حتى نوضحها، حتى هذه بعد ما احتاجها،
لأنه الآن دا أحاول أوصل وين، داخل الكلاس أو خارج الكلاس. صحيح أنا دا أشتغل خارج القوس مال الكلاس، بس اتفقت هاي الدالة الآن إلما صارت تابعة للكلاس أي، كأنه وين دا أشتغل أنا، كأنه دا أشتغل هنا داخل الكلاس. طبعا بقت فد مسألة إنه لازم الديكليريشن موجود. شنو الديكليريشن؟ يعني هذا السطر إذا أنا أتذكر بالمحاضرة رقم يعني أعتقد 7 يمكن أو 6 شرحنا بها موضوع الفرق بين الديكليريشن والديفينيشن، قلنا إنه الديكليريشن ينتهي بالفارزة المنقوطة بهذا الشكل إذا أنا أتذكر. طلاب الآن خلاص ما عندي أخطاء بالبرنامج ماتي. إذن الآن نجي نلخص الموضوع أو الفائدة الثانية من استخدام السكوب أوبريتر. السكوب أوبريتر السكوب أوبريتر راح نرجع الـ X والـ Y إلى وضعهم. private integer X Y integer X Y ذولي خلاص راح ألغيهم منها. طبعا راح تواجهنا مشكلة مع الثاني، مو شغلنا احنا حاليا، احنا نريد نركز على الـ print Y. الآن طلاب لو تلاحظ الواي هي موجودة داخل كلاس شنو اسمه A، فاتفقنا انه تعمل وين؟ فقط داخل الكلاس A. ليش هنا انا مدى يعترض عليها؟ مو هنا انا دا استخدم الواي اصلا بدون لا قبلها اوبجكت وفق الملاحظة اللي قبل شوي اخذناها. ايش اكتشف؟ اكتشف انه هسه هذا الجزء اللي دا اشتغل به كأنه دا اقول كأنه هو المن تابع داخل الكلاس، بس أنا أخذته للترتيب للتنظيم، أخذته من داخل الكلاس وأنا وضعته خارج الكلاس. زين هسه تسأل تقول أقدر ويا أي دالة؟ عادي ويا أي دالة، بس لازم شو أسوي؟ مسألتين. أولا تضع الديكليريشن مال الدالة، إنه تجي توضح له للكلاس، شوف تجي توضح له للكلاس اللي اسمه أي إنه أنت عندك دالة اسمها print y، ترجع لي void ما ترجع لي قيمة و ما بيها باراميترز. لكن وين تفاصيلهم؟ تفاصيلهم ما تلقيها خارج الكلاس، هذه هي تفاصيلهم. شلون وضحت للكومبايلر انه هاي الداله برنت واي، البرنت واي تابعه للكلاس اللي اسمه اي من خلال السكوب اوبريتر. مو هذا السكوب اوبريتر ايش كتبت قبله؟ اسم الكلاس، بمعنى انه هاي الداله تابعه لمن؟ تابعه للكلاس اللي شنو اسمه. تمام، اتمنى انه يعني حاليا موضوع، طبعا هذا بعد خلص ما احتاج، قبل شوي شفنا انا فقط اريد اوضح لك انه حتى وصل. فهسه هنا انا شنو المشكله اللي دا نواجهها في هذا الاكس؟ راح تقول لي مو انا دا اشتغل هسه خارج الكلاس، هذا الاكس دا احكي عن الاكس. الان لك السؤال حتى تختبر نفسك فهمت اللي فات من المحاضره لو لا، ليش الآن مدى يعترض على الواي ويعترض على الأكس؟ للعلم هما الأكس والواي اثنينهم نفس التعريف، واثنينهم برايفت، واثنينهم داخل كلاس اسمه أي. المفروض الآن الإجابة عندك، المفروض شو تجاوب؟ تقول لي كالآتي، إذا ما تلحق يعني وقف الفيديو وجاوب على راحتك. الإجابة كالآتي، تقول لي مو برنت الواي تابع لمن؟ للكلاس شنو اسمه؟ أي، فلذلك ما يعترض على الواي، وذا برايفت، هو أنا دا أشتغل بالكلاس نفسه. لكن البرنت ما تابع للكلاس، فلذلك راح يعترض على يمن على الاكس. واضح؟ فحتى لو هنا أنا مثلا من اجي اكتب اكس يساوي 10، يعترض لو ما يعترض؟ اكيد يعترض. ليش؟ لانه شنو يحتاج؟ يحتاج اتفقنا بما انه دا اشتغل خارج الكلاس، فيحتاج لي قبل الاكس اسم اوبجكت، وهذا الاوبجكت من الكلاس نفسه. شلون الغي الخطا فرضا؟ ممكن وحده من الحلول انه اجي اضيف البرنت اخليها تابعه للكلاس. شلون اخليها تابعه للكلاس؟ اجي اكتب قبلها اسم الكلاس اللي هو اي اللي اريد اضيفه، وبعدها السكوب اوبريتر. هل يكفي هذا الشيء؟ ايش اتفقنا؟ اتفقنا لا، اخذ هذا كوبي بيست، فقط السطر الاول هذا يسموه ديكلاريشن شرحناه بالمحاضرات السابقه، اجي اكتب هنا، طبعا الغي هنا السكوب اوبريتر واضيف بالاخير فارزه منقوطه. هسه خلص ما عندي اي اخطاء. الان صارت عندي print y وال print اثنينهم يقدرون يوصلون الى ال y، ويقدرون كذلك يوصلون الى من؟ الى ال x. زين هذا الخطأ شنو معنى؟ تتذكر قبل شوية شنو قلنا؟ قلنا انا كنت اكتب ال print وحدها لانه هي دالة مستقلة ما تابعة لأي كلاس،
لكن الآن مش حولتها، حولتها من دالة مستقلة إلى دالة المن تابعة، تابعة للكلاس اللي شنو اسمه A، فبعد تعامل معاملة الـ print x print y، فأجي أكتب A1.print، خلاص الآن ما عندي مشكلة. تمام، زين. الآن سؤال حتى نختبرك، كلاس A كم members يحتوي الآن؟ خلنا نقول number، اختصار number of members، شقد نجي نحسبهم؟ واحد اثنين، هاي اثنين، constructor ايش قصار؟ ثلاثة، دالة اسمها print x ايش قصاره؟ أربعة. زين، ذول الدالتين نحسبهم لو ما نحسبهم؟ نعم ذول members، ليش؟ لأن أنا كاتبهم هنا الديكلاريشن، وإن كنت أنا الإمبلمنتيشن مالتهم أو الديفينيشن أنا وأنا معرفه خارج الكلاس، بس هم المن تابعين؟ تابعين للكلاس نفسه، فبهاي الحالة أنا شقد عندي الممبرز مالتي؟ ستة، اللي هو الإكس والواي والأي والبرنت إكس والبرنت واي ودالة البرنت، ذول الدوال. فإذا الآن طلاب موضوع يعني أتمنى يكون واضح بالنسبة لنا. لخص الموضوع، لخص كل المحاضرة، محاضرة اليوم فقط الأشياء الجديدة اللي تعلمناها محاضرة اليوم، واستخدمنا أمور إحنا يعني ماخذيها سابقا. السكوب أوبريتر بوظيفتين، الوظيفة الأولى ممكن نستخدمه بهذا الشكل، لما يكون عندي الاسم مال اللوكال، هاي يسموه لوكال فاريبلز أو البارامترز، هو نفس الاسم مال الداتا ممبرز أو الأتريبيوتس مالتنا، بمعنى ممكن أجي ألخص الموضوع أو الاستخدام الأول، ممكن استخدم السكوب اوبريتر بدل كلمه this اللي احنا ماخذيها سابقا، عرفنا شنو استخدام كلمه this، هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه لاستخدام السكوب اوبريتر هي تنظيميه. شنو المقصد بالكلمه التنظيميه؟ يعني هاي الداله او اي داله، اي داله بمكان ما اكتبها انا داخل الكلاس، وانا اكتبها خارج الكلاس، بس من اكتبها خارج الكلاس انا شنو اريد؟ اريد اضعها هي المن تابعه، تابعه للكلاس. فمثلا هالحاله شنو اسوي؟ اولا اكتب الديكلاريشن مال الداله داخل الكلاس، واكتب ديكلاريشن يعني بعد فارزه منقول طبعا تفهمها انت، ومن اجي اعرف الداله اكتب قبلها السكوب اوبريتر واكتب قبلها اسم الكلاس. تمام، هذا الكونستراكتر اقدر اكتبه خارج الكلاس، ما عندي اي مشكله، هذا راح اخذه كات واجي اكتبه هنا بنفس الامر السابق تماما. الان قلنا شنو اكتب قبله؟ اكتب قبل السكوب اوبريتر، هذا واحد. وبعد شو اتفقنا هنا؟ شنو نجي نكتب؟ نجي نكتب الديكلاريشن مالته اكس واي، شو اي اسم اريد اعرف، اعرف تجر واي، وبالاخير شنو؟ فارزة منقوطة. خلص أنا ما عندي أي مشكلة. الآن أرجع وأقول إيش قد عدد الممبرز مال كلاس A؟ بقى وإيش قد؟ ستة. هسا وين كان الـ A مكتوب برا، الـ print Y مكتوبة برا، الـ print وحدها مكتوبة برا، لكن هي أصلا ذول الثلاث دوال اللي هسا ذكرتهم، الدالتين الأخيرات والكونستركتور، المن تابعين؟ تابعين الـ A، فيعتبرون المن ممبرز خاصة بي. فلذلك الآن بكل بساطة الـ A اللي هو الكونستركتور يقدر يوصل للـ X والـ Y، ما عنده مشكلة وإن كان هما برايفت. أرجع وأقول طلاب هذا اللي دا أحددهم، هذا اللي دا أحددهم ثلاثتهم، كأنه وين دا أكتبهم؟ كأنه دا أكتبهم هنا داخل أقواس الكلاس، فقط عملية تنظيمية أنا خرجتهم للكتاب، اكتبهم او اكتب تفاصيلهم خارج الكلاس، ما من ننفذ راح ينطيني نفس النتائج، ما عندي اي مشكله وياهم. راح نشوف انه قيمه الاكس هي 10 وقيمه الواي هي 20، وطبع لي كلمه هلو اللي هي خاصه بالداله برنت. اتمنى طلاب محاضره اليوم تكون واضحه بالنسبه لنا، موضوع بسيط يعني مو موضوع أساسي ضمن المادة، خلينا نقول اللي يعتمد عليها المحاضرات الجاية، لكن راح نشوفه بالأمثلة إنه ممكن نستخدم السكوب أوبريشن أو الأوبريتر على مود يعني أكتب تمثيل الدوال خارج الكلاس نفسه. فمهم جدا الطالب يفهم من يقرأ كود ويشوف إنه هاي الدالة خارج أو كونستراكتر خارج، أغلب بالمناسبة البرامج تعتمد على استخدام السكوب أوبريتر للتنظيم. أرجع وأقول ما بي أي فائدة للتنظيم، خاصة الفائدة الثانية له. أما الفائدة الأولى اللي إحنا حالياً إحنا الآن نشوفها اللي هي ممكن إنه أنا إذا ما أريد أستخدم السكوب أوبريتر ممكن أروح أستخدم الحلين الأولين اللي هم يا أما أغير الأسماء أو أستخدم عبارة الـ this. أتمنى طلاب محاضرة اليوم تكون واضحة بالنسبة لنا.
في حال كان عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تطرح عن الكلاس روم. تحياتي لكم جميعا.